يا ولد يا موريتسيو. مات اوعى. انت اللي هتلاعبني فودي. اهو دوري جه. شفت التكنيك؟ اهلا بيكم يا لعيبه في حلقه جديده. حلقه وعدتكم ان انا هعملها في حلقه الكول اوف ديوتي اللي شرحت لكم فيها اللعبه. دلوقتي احنا جايين نلعب كول اوف ديوتي وور زون. نزلت سولو باتل. انت بتشوف نفسك في الطياره. الجرافيكس خطيره جدا. بتقوم ناطط زي اي لعبه باتل رويال. يعني انا بصراحه لعبته في الويك اند. جبت السديهايه كلها ونزلت الور زون وقلت بقى اجرب معاكم كده نلعب كذا حرب. عارف ان انا مش هكسب ولا واحده لكن ادينا بنجرب. انت بتدوس اللي في النص ده عشان تعرف الماب بتاعتك فين. يعني استنى شويه اخش الزون وبعد كده ممكن ابقى نط ولا نط دلوقتي واللي يحصل يحصل. انط بقى وخلاص بقى. يلا دخلنا. ننزل بس نجيب اسلحتنا وحاجتنا. اعمل لايك وسبسكرايب عموما لو مش عامل لنا ولو عايز تشوف اكتر من الحلقات دي. وقول لنا رايك يعني نلعب تيم داث ماتش. انا جبت السي دي كله. بس واحد نازل. انزل وراه اموته. استنى يا لهوي ده كله نازل هنا يا جدعان. دي غباء ابن كلب. ولا اجيب سلاح الاول؟ انا اجيب سلاح الاول احسن. يا ولد يا موريتسيو. انتوا فين؟ انا هتنش واحده هتطلع من نافوخي. حد هنا؟ اوعى اوعى يا اسطى. شفت السلاح ده؟ ايه ده جا. اوف جامد جدا. مش حد هنا؟ فين الزون؟ نخش جوه الزون. احنا جوه الزون عامة بس ايه نقرب لها اكتر كده شوية. اوف ده في اتنين جنبي. يا لهوي مات. شفت يالا؟ ده عشان الشيلد اللي كنت لابسه. واحد تاني اهو. اوعى جابني. بصوا لو خسرت بتروح السجن. السجن بيبقى ليك فرصه غير اي لعبه زي ما شرحت لكم انك تنزل مره تانية. بتلعب واحد 1 تو 1 كده. هتشوف الموضوع عامل ازاي. بصوا احنا بنبقى تحت كده يا جماعه. يعني بصوا ادي واحد قتل واحد. بتاخد دورك في السجن وبتنزل. لو عرفت خد يلا. انت اللي هتلاعبني خد يلا. بص بتاثر عليه قبل ما ينزل. خد يلا حذفه بالطوبه اهو. بتضرب انت الارض. اهو موضوع كوميدي جدا يا جماعه. خلاص بقى كفايه. طب اهو هو فين؟ خلاص مش هنضرب. ها من ظهره اديله. بصوا يا جدعان انتوا ممكن تتفرجوا من هنا على اللي بيلعبوا 1 تو 1. يعني بصوا هو فين؟ قال لي انا النكست ماشي. بص اهو من تحت اهو. بصوا بيدوروا على بعض اهو. تعالوا نشوف مين هيكسب. اهو دوري جه. يا انا هو مين اللي هينزل تاني؟ حلو الفشل ده قوي. اني نطيت بدري. انا كنت كل مره بنزل صح. بنزل في الماب جوه مش بنط مع الزربيح اللي نزل ده. استنى بقى ادي البتاع مش داخله الماب اصلا. يا سلام. بصوا ماشيه مش في الزون. يا الله طب انط ولا ايه؟ الناس كلها نازله هنا مش هينفع. يلا نطيت معاك. انا ممكن انزل هنا رايقه شويه. في مباني وبتاع ممكن يكون في حاجات لطيفه. ايه ده؟ يعني ازاي ايه اللي حصل؟ مش فاهم بجد والله ايه اللي حصل يا راجل. ده بلاش عك بقى. ايوه ما يعني انا ما يا راجل
يا الله بينا تعالوا نط اليوم بحاله. انا هنزل ما تنزل كله نزل فجأة برضو. يا الله يا الله كويا لهوي عليا. انا افضل فوق افضل فوق ولا اعمل ايه؟ منكم لله انا انزل لكم يا ابو عاد. لا ولا اطير شويه. انا ممكن ارفرف في الهواء كده. يا سلام حد يطخني بقى وانا طاير. في حد جميل قوي بيحاول يضربنا يا جماعه. حاضر اليمينيت اول تارجتس. حاضر انا اليمينيت واحد بس الاول وبعد كده نشوف الموضوع ده. كومبيلا كومبيلا دي مش كومبيلا دي ولا ايه؟ 500 جنيه مش وحشين حلوين. اي حاجة اي حاجة. موت انت كمان ايه رحت فين طيب؟ اوبا جامد جامد. اوعى ايه ده حلو الحاجات دي. انا مش فاهم ايه يا ايه بس حلوة. الله هو ده شوت جن؟ لو شوت جن تبقى مشكلة. طب احنا لحد ما يا جماعة دلوقتي يعني مطولين شوية في الماب اهو يعني متبقي كام واحد؟ حاجة و70 وده حد ذاته انجاز كبير جدا. الله فلق. انا متضايق سيبني بقى سيبني عشان انا متضايق ومش طايق نفسي. سيبني انا متضايق ومش طايق نفسي. سيبيني خالص خالص عقبال ما اخش دوري. خلاص يلا 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 يا اهبل يلا يلا. دوري اهو. حلو حلو انا احب كده قوي. النقطه الاخيره بقى خلاص يعني الدور اللي خلاص عرفنا احنا اللعبه بقى بتتلعب ازاي بقى خرشناها بقى. يلا بقى يلا ننط في حته امان بس نخش الزون. انا في السيف زون. انا هنزل في الاخر خالص في اخر حته في السيف زون لما نشوف ولاد الكلب دول عايزين مننا ايه بقى. انا اخر واحد انط عشان تبقوا فاهمين. حلو هنا حلو هنا. انزل في المنطقة الصناعية دي اجيب شوية حاجات. اوبا ده واحد نزل معايا يا جدعان. فين الأسلحة اللي هنا؟ فين؟ ايه ده سلاح؟ مفيش اسلحه هنا؟ يعني المكان الوحيد اللي دخلته مفيش اسلحه؟ اكيد في الباب ده في امل بقى. ده هو هو. ايه يا عم ده؟ نحط الشيل. أسلحة وحاجات ذخيرة وزي الفل. وإيه ده؟ بشغل عالي كده شغل عالي خالص. مفيش حد من فوق كده نطخه. أوبا أوبا شفت ده؟ يا حمار يا حمار. اكسبت. انا زهقت.
طب اهو اهو احذف عليه طوبه. ايه يلا المره دي انا هقتله يا جماعه، انا واثق ان انا هقتله. انت فين يا ابن الفقريه؟ اهو انا عارف ان المره دي هقتله. نزل لي تاني لو سمحت. ادي سلاح اي حاجه يا عم. ايه ده؟ اه ده حركات ده شغل عالي بقى. ايه ده شوت جن؟ لا اسمها اكس مش شوت جن. طب العكش ده فين يا جماعه؟ قولوا لي اجي اعكش معاكم. انا لو نطيت عادي صح؟ في باراشوته. انكومن اخد اخده يعني ولا ايه؟ اخده بدل ده تفتكره؟ ماشي. في عكش في عكش في عكش في عكش. انتوا فين؟ اخد السنايبر. طب يا جماعه ولا اعمل ايه تفتكروا؟ اخده جامده برضه السنايبر. هو في واحد مفروض في قفايا؟ فين انت بقى؟ دول ماشيين. ها يقتل او 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 جبت امه جبت امه. هنهزر معاك هنهزر معاك يا ابن الفرطوسه. ممكن ارشق هنا شوية ونشوف بقى لو حد معدي ولا حد حاجة نلطخه. في عربية اهي. سيف زون هتقفل، لازم تجري بسرعة عشان بيقولك هنا مش سهلة خالص انك ايه. اه فلق. حد ضرب حد ضرب يا بيه. شفت التكنيك؟ ليه 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 38 في حد ذاته ده انجاز كبير جدا لاول مره اصور وانا بلعب. يعني ده كان تجربه يا جماعه بسيطه جدا من تجربه فشلي في كول اوف ديوتي وور زون. هحاول اعمل تيم مع جو وعمر عندهم اللعبه، وليه رايكم المره الجايه لو حبينا نعمل كده يلعبوا بقى معايا اونلاين وانا بتاع، لان انا كده ايه مش هينفع. انا قتلت 2 بالعافيه وطلعت ال 38 يعني ماشي شغال. اعمل لايك وسبسكرايب لو عجبتك الفكره، وكفايه لعبه قوي لحد كده.